غلا بزاف هذا العام. اللي كيتخلص مثلا 2000 درهم كيفاش غادي يدير تيشري لولادو ويفرح وليداتو وكذا؟ انا ما كنخططش العيد الكبير حيت تو سامبلومون جو سوي فيجيتاريان دونك ما كنعيدش، مي عقله بالله فاش كنت صغيره سيتي ا مومون فريمون دو جوا اي دو فيت. العيد الكبير كيجي كيف ما كنعرفو كتكون واحد اللمه يعني عائليه، وكتكون واحد صله الرحم، وكتشوف يعني الاغلبيه ديال العائله كيجي و كون بريباري تو اون سيمين على افونس تقريبا. دونك يافي لو بابا كي الي شيرشي لو موتون، كنخليو عندنا في الدار الفصه تقضيه ديالو الماء، اي نهار العيد باي فالي ابلي لو بوشي دونك سيتي لا فيت. اون سغيفي تري تري تو لو ماتان ابري كنا كنعيدو باقي عقل على بولفاف الشوا هادشي اللي كاين. يعني حنا في البلاد يعني كتجمعوا الناس اونصومبل كيعيدوا مجموعين، لا العمام لا الخوال، لا كتشوف واحد الانسان اللي ما شتيش عام كامل كتشوف داك النهار. كيعجبني في عيد الاضحى فاش كتجمع العائله وكذا، ولكن في هذا الوقت هادي غلا كما كيقولوا الحاولي غلا بزاف في هذا العام، وكنطالب انه ينقصوا في الثمن ديال الحاولي. مدينه اكادير عاوتاني كيكون بوجلود كيف ما كنقولوا، يعني كل عام لا في الدشيره لا ولا دابا في الطف كيكون ميراجان كبير في اكادير نيت. ما عرفتوش يعاودوا داروا العام فايت، ما عرفتوش يعاودوا هذا العام حتى هو. شنو اللي ما كيعجبنيش في عيد الاضحى هو بوجلود اللي كيكون عندنا حنا في اكادير، حيت فيه المشاكل بزاف وشحال وحده تقتلات فيه. انا كنقول هو انه إيه متفقين انه هي سنه مؤكده، ولكن قال لك سيدي ربي يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الانسان يمشي على قد جهده، والانسان يدير داك الشيء اللي عليه ما وصلش عليه لا داعيه. حيت كاينين عائلات بزاف اللي ما عندهمش، اللي ما مدوزين كاع، اللي كيشدوا الكريدي، اللي كيتخلص مثلا 2000 درهم كيفاش غادي يدير تيشري لولادو ويفرح وليداتو وكذا.